السلام عليكم، معكم المنتج في حلقه اخرى من حلقات الراب. في هذه الحلقه ان شاء الله نديروا واحد التراك ديال امبر، تراك سميتو طارق. تصنتوا لي نشوفوا البلان ديالو، علاش الموضوع اللي كيدوي، واش ايغو تريب ولا شو البلان، كيفاش في التراك هذا. مكان ديروا جيم سبسكرايب، شاركوا في القناه، تلقاو الانستغرام والفيسبوك في ديسكريبسيون، ديروا اللي عليكم. وهذا مكان نشوفكم مرة الانترو، نصنتوا التراك. عدنا اليكم، صنتو التراك طارق امبير. شوفوا البلان ديالو، شوف كي داير داكشي، شنا غادي كان غادي. هذا مكان امبير، تنويه كل هذه الاحداث من وحي الخيال، ولا تموتوا بالواقع بسهلة، اي تشابه في الاحداث فهو من محض الصدفة. محض الصدفة، أنا مشجع للحرية الإبداع. أمبر طارق، لعبة أمبر صوب لاصوص لاصوص. شوفوا البلان ديال، شوفوا البلان كيفاش داير. كتشافو ما دايرين شغال الوطن تيفي خبر عاجل. عفيف يا حاج جونز، جونز تونيزيان. عارف اللي باش يجي نهار او بدا التراك، دابا راه دخلت التراك. ديما اليوم باش تحلم، قولي الشوق في العباد اخي ناسي فما ربي يخلق. هوني كل هدف عينيك على كتفك عادي تجيك داخلك. كليب زوين هون ماضي داخل مشنشط، انا شي نحاول نفهم الكلمات شويه، لو فهمنا شي حاجه راه نحاول نشرحوها. سير بلاص، هي عيشه وحده، هي موته وحده، وصلنا للاخره. تسمع في الطريق نقعد للدوله كشوكه في الحلق، ما تبعتش في الترك يا كلامي ليك انت زريقه في العرق. بلاتنا قتلتنا كدواء الحكومه على السوسيولوجي، داكشي ديالهم نيتش، فهمتيني اش واقع في البلاد وهادي ونيتش من هذيك البارتي الاولى ديال التنويع على حريه التعبير. دفنونا بلا فرق، قومونا حاليا الخوفه، لحم مشوق وسط الخوذه، تطير حر تلمس خاطر بلاد الخرطور توا توفه. ذبحناكم ترى الكليب بلادي ومن طوك يعالج موضوع. ناس قتلتونا غادر احونا، ما راختش بغازو ما تراكتيرنا كسيلون سيفيل كسانترا تونس والاوروب. ام بارشا هو كاين بين كتحب غير كاين هاد خيشي اللي كتمشي تدير تراك زعما كتعاني. قول عنا كانترا شعبي في حالنا، فهمتيني هي اللي خايدين كليب. كاين يبدي كليب ما كيكونش فيهم كاع المغني، تيكون تراك والناس ولا لي زارتيست ولا المنتجين لي زاكتور هما اللي كيديروا داك الدور اللي باغي يديروا هو. تموت بالشر، ديانا مستقبلنا نكملوا شهر، بلادنا في حرب، انا نشري في شبوخير ما نعمل احبال، جيت نشعل العجل. شد شد يد يد حوم تستنى كان في السينيار، بعدي كنموت عندي قد قد وبرا كان واعر واعر. تيجيك تصنع التراك ديالو قبل، كان واحد التراك ديال اولد سكول زوين وناضي، ديجا راه كندير ليه رياكسيون فلاشين. شد مفا في الليريا، جيب خو قبل ما يفوت فوت، دولة تحب تدفنا في الميزيريا، ما يرخ حتى وكل قد ناس كل كلام توا الديريا. كيشرح لك زعما الا دويتي هاش كيطرا لك زعما، فهمتي كتشوف بحال مع الناس. شد شد يد يد حوم تستنى كان في السينيا، عادي كنموت عندي قد قد وبرا. دابا انا كيبان لك بحال الشعب هو اللي مضارب مع داك المخزن ولا مع البوليس ولا فهمتي في هاد البلان. انا كتشد مفا في الليريا، شيكو قبل ما يفوت فوت، دولة تحب تدفنا في الميزيريا، ما يرخ حتى وكل كلب ناس كل كلام توا الديريا. شد سب وراقي معاهم جنسية، فيزا رفوزي لافريك عبودية، شعف المرمي تا تيجا رفوزي لافريك العبودية. كيعتبروا الدول الخارج ولا الدول الغربية انه فهمتي افريقيا بحال العبيد ولا هادي، هذا على حسب التوقعات ديالهم هما وعلى حسب كيفاش كيديروا لابوليتيك ديالهم. داكشي علاش كيكون استنزاف ديال الثروات، الثروات الطبيعيه ولا اي حاجه ديال افريقيا كتكون من الدول الغربيه. داو البوليسي طيب ولا الداخل نغلي لطف كانت السايب، شكون سامع كلامك؟ كاوت الحومه غادي تفهمت احلامك، نفخ ديبلوماتك شعل مولوتوفك، تحب تراب وقومك موتى قدامك، جوه صفر في بالك ناس تمثل مش مكاش
زعما تشوه هذا راه ماشي تسوق لك، واخا شاد دير ديك الدبلومات ولا داكشي كامل راه ما كاين حتى شي حاجه منه، فهمتي؟ البلاد اصلا ما معاوناكش، داكشي علاش ما يكون حتى شي حاجه منه. ديرهم متاع تونس بالحق، بيض السمر كلهم فرد قالب، هذا كلام قلب الناس فك ولا حق. نقعد ما ناس فيهاش برشا كلام سفاه، 10 سنين التالي كنا بنيه واحده، شعب غش ومساه، الناس ما تتباليها ولا ما ننساها، اللي تحضر الساعه اجا شوف لهنا. دابا قدام قاضي عاوتاني ما كاينش العدل، ما مشيتش يشرح لك الوضعيه في تونس كيفاش شطاري لها وشنو واقع. الناس تعيش بالغصه، فما 100 سنين توا نفس القصه، مش بيقصوا لساني، ما تحكمني يا سامي، حاكم يستاد متاع في استاد. نقعد ديما شينا ما يشريني دينا، الراب يجي الشارع نقعد ولد التيرا، بربي صاحبي قيرا بخنقا يد الجيتو، نقعد ديما قاطع توا وقت القيرا. صراحه موضوع الاغلبيه كاين في الشجام، اغلبيه الدول راه الدول الغربيه وكيعانيو شويه من من واحد البلانات، راه ماشي كلشي عنده داكشي وهذاك 100%. نستنى كان في السينيال عادي كان موت، عندي قد قد وبرا كان نشد مفاف الليريا، جيب خوك قبل ما يفوت فوت دوله دابا باشي غير جا السيده اللي كانت كتاكلها في الاول ديال تبنى في الميزيريا، ما يريح حتى وكل كت ناس كل كلام توا الجيريا. هذا الروح كاينين الشباب فواحد الدول ولكن كاين قمع، فهمتيني؟ داكشي علاش ماشي يقدروش يوصلوا ولا كيخدموا ولا بزاف الحوايج، ولا ما كتعطاش واحد لا شونس واحد الحظ باش انه يتشوي يوري اللي عنده يعطي داكشي اللي عنده. كيوريك هنايا النضال ولا كيوريك احتجاجات ديال الشعب التونسي على حساب على حساب بزاف د الحوايج، على حساب العيشه ديالهم ولا هادي ولا الحريات ولا بزاف د الحوايج اللي كيديروا النضال على ود الدوله احتجاج ولا كيبغاو يسمعوا صوتهم. كيوقعوا هاد المشاكل هادي كيخرجوا مثلا المخزن كتولي فهمتي ما كيبقاش احتجاج سلمي، كيولي احتجاج بعض المرات كيكون القضيه اكسبري باش يردوا ان الشعب هو اللي ما عندوش واحد العقليه هاد. وقالت هما باش داروا انقلاب راه كانوا سلميين. هذا ما كان بقات غير هاد البارتينا نورمالمون شي يعطيك هنايا واحد ليستوريك ديال الاحتجاجات وبزاف اللي وقعوا مع الشعب مع البوليس. هذا ما كان في التراك، راه باين التراك واضح كيدوي على معاناة الشعب وشنو باغين بالضبط، كيبغيو يوصلوا صوتهم. رابور انا راه شرح واحد البارتي شنو واقع في البلاد. هذا ما كان، نشوفكم في تراك اخر بلان اخر. ديروا جيم سبسكرايب الى عجبكم هاد البلانات، الى عجبكم تشوفوا شي رياكسيون اخرين خليو لنا كومونتير. كان معكم ملتم في تراك أبر تارك. السلام عليكم.